ثانيا أيضا قالت مصادر في قيادة عمليات صلاح الدين إن العديد من أحياء مدينة بيجي ما زالت تشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين تنظيم الدولة والقوات العراقية. وأوضحت المصادر أنه رغم التقدم الذي تمكنت القوات العراقية من تحقيقه في الأيام الماضية، فإن أحياء عديدة في المدينة ما زالت تشهد عمليات كر وفر، والموقف في أجزاء كثيرة منها لم يحسم بعد لأي من الطرفين.